فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو أحس الإمام بالتشويش أو شعر الإمام بالتشويش من قراءة المأموم خلفه فماذا يصنع؟ وهل يجوز له أن يقوم بالإشارة بيده إلى الخلف ليسكت؟ ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مضى في صلاته ولم يسأل إلا بعد الفراغ من الصلاة. الإمام يفعل هذا إذا سلم، إنه ينبه على هذا كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.